كتشوفوا بسم الله الرحمن الرحيم كيف تشوفوا اليوم، فهو اليوم الاخير من الايام ديال هذا المعرض ديال تويزي. ضمن طبيعه الحال داخل فضاء قيصريه، لاول مره تنظم معرض داخل قيصريه بالموازاة مع الايام ديال العيد وكذلك الايام، يعني الاحتفال بهذا المعرض كان في اطار يعني الموسم ديال سيدي عبد الرحمن، الموسم ديال تازبواد، الموسم العيد، كذلك جات فرصه نظمنا مع موازاة الاحتفال بالمناسبه ذكرى طورة الملك والشعب وكذلك عيد الشباب المجيد، لان كانت تقريبا 50 تعاونيه وكذلك جمعيات على مستوى الصناعه التقليديه مشاركين، وكان واحد الجو ديال التنشيط، كان واحد الناس فاعلوا مع الحركيه التجاريه ديال المنتوجات المحليه، كان واحد الاقبال كبير جدا بالموازات مع ان هذه الفتره اللي طبيعه الحال يعني اختارينها ما كانتش فعلا عطات الاكل ديالها على المستوى يعني التجاره، ولكن الحمد لله كان الفضل الكبير هو التعريف بالتعاونيات والمنتوج المحلي، وفي نفس الوقت يعني اعطاء واحد مكانه لهذه التعاونيات وهذه الجمعيات. خطينا بمجموعه من حوايج تنشيط، مجموعه من يعني التنظيم ديال مجموعه من الخراجات فيما بين الناس اللي حاضرين معنا هنايا، والحمد لله يعني لاول مره كما قلت كان النجاح الكبير هو انه نجمعوا الشتات وكذلك الشمل ديال هذه التعاونيات باش الحمد لله حققنا هذا النجاح. كنشكروا بالمناسبه المجلس الاقليمي والمجلس البلدي على الدعم المتواصل، وكذلك كل من ساهم من قريب ومن بعيد على اساس نجاح هذه الدوره الى المعرض التويزي اللي قضينا معاه 6 ايام داخل الفضاء ديال القيصريه ديال الرياضه قشوش. وكذلك بالموازاة ان هذا المعرض انضمته جمعيه تجار قيصريه قشوش بالتنسيق مع جمعيه العز للصناعه الجلديه، وكنتمنوا التوفيق للجميع وعيدكم مبارك ونسعد. النسخه الثانيه وهذه النسخه الثانيه ان شاء الله فكرنا فيها تكون بعيام، ولكن تكون مع الموازاة مع الاعياد الدينيه والوطنيه، ولما لا ان شاء الله الاخوان طلبوا باش تدار هذه الدوره في السنه الامازيغيه المقبله 41 ان شاء الله. وهذه كما قلت لك تجربه اولى داخل فضاء القيصريه، راه ما عمرو كانت شي يعني معرض داخل القيصريه من القيصريات ديال تيزنيت، ولكن الحمد لله حققنا يعني نجاح كبير، وهذا الشيء بفضل الناس المشاركين معنا وكذلك الناس اللي قاعدين يساهموا معنا من يعني الملكي ديال القيصريه، من تعاونيات والجمعيات، من الناس كاع المنتخبين اللي ساهموا معنا باش ينجح هذا المعرض ديال تويزي في دورته الاولى.